السويس نعم. اللي موجوده في الاسماعيليه نعم 100 مركب صيد نعم. كلها بتشتغل بالرادارات نعم. زمان كان المراكب اللي وقت طالع فوق على بتاع ده اول ما يلاقي الميه بتلمع يقول لك ارمي الشبك تطلع ولا حاجه. النهارده الرادارات جوه كل مركب مصنع ثلج جوه كل مكتب نعم. يعني انت جايب ذا موست تكنولوجي احسن تكنولوجي في العالم في اهي المراكب اللي انت قدامك اهي نعم. نعم. دي كلها تصنيع الترسانة هاي قناه السويس في الاسماعيليه 100 مركب نعم. بتشتغل بس طبعا في بحيره المنزله والحته الثانيه نعم. الحاجه الثانيه انك عملت مدرسه ثانويه صيد في البردويل نعم. طيب نخش على الحته الثانيه وهي مصنع الجفجافه للرخام نعم. احنا كنا بنتكلم كده احنا بنعمل تنميه متكامله ايوه طبعا عشان نوصل للعقود النهارده والزراعه والارض الزراعيه. اتفضل يا فندم. جاي لها جاي لها اتفضل يا فندم. الجفجافة اللي قدامنا هنا في نص سينا أيوة. انت عندك احسن محاجر رخام والله في العالم نعم. احنا لما رحنا فندق بيجين في الصين الراجل قابلنا على الباب لان كنا الوفد وكان معايا فوزي فهمي الله يرحمه ودخلنا قال لنا الرخام بتاعكم ده بصوا ده رخام محاجر سينا ولكن غمني لما خدني على الجنب نعم. لقينا البلاك هذا رخام من محاجر سينا وتم تصنيعه في الصين نعم. فالنهارده انت شايف ده قدامك ده دي البلوكات بتتقطع وسيادة الرئيس قمر ما عدناش هنبعت خام احنا نعمله ونقطعه ونبيعه متقطع جاهز انت فاهم وعشان كده النهارده مصانع الرخام بالجفجافه بتجمع كل محاجر الرخام في سينا وبتتقطع فيها بتشغلهم بتشغل ولادهم كلهم هو ولادنا وفي اوامر واضحه من سيادة الرئيس ما فيش حد يشتغل الا من ابناء سينا نعم. ابا وجدا نعم. مش اقامه نعم. الكلام ده واضح يعني نعم. خلاص كويس. فده اللي حصل نخش على المدن الجديده نعم. طب الناس اللي هتعيش في سينا دي هتعيش فين انت عملت اسماعيليه الجديده عملت بورسعيد الجديده نعم. كل دي مدن عشان الناس تعيش نعم. خش بقى على الزراعه نعم. أيوة. اللي انت شفتها النهارده أيوة. الزراعه انت عملت 500 الف فدان نص مليون فدان في سينا نعم. تخيل ما حدش مصدق نعم. انت النهارده هتغير الطبيعه الديموغرافيه اللي هي الطبيعه السكانيه لما 500 مليون فدان هيجي 500 الف فدان هيجي لهم قد ايه من سينا يعيشوا انت فاهم نعم. لما قال النهارده وزير الزراعه 17 تجمع زراعي نعم. من 11 في شمال سينا 200 فرصه 2000 فرصه عمل اسره نعم. انت كل الكلام ده وبعدين انت عامل ايه اكبر محطه نقول ايه نعم. معالجه ميه في العالم نعم. 5.5 مليون متر مكعب نعم. في اليوم لحد ما تدخل محطه الحمامه هتتفوق عليها بالزبط. بس هي لحد دلوقتي دي لحد دلوقتي تمام نعم. فانت النهارده بتخلق صناعه زراعيه وجنبيها حاجه وانا سعيد حقيقي الحته دي مبسوطه والحته دي اصلا كانت متخصصه من زمان من قبل 66 لو نفتكر ان المزرعه الصينيه اللي هي بتاعه المعركه بتاعه مشير طنطاوي الحته دي شوف من 67 كانت مخططه ما تنفذتش غير امتى نعم. الايام نعم.